اكيد على شكل الأدخل النادي الافريقي كيف كيف مورا نتاع الأدخال في تونس اليوم الأدخل جديده الاولمبيك الكاف. موجود معنا زميلنا مكرم الباجي بالتليفون يحكي لنا اكثر على لما هذا اللي صايره الاولمبيك الكاف ان شاء الله. مكرم اهلا بك. مرحبا بك وسلام، تحيه ليك ولكل مستمعي اكسبريس اف ام. بالفعل كما ذكرت انت على غرار لدخه النادي الافريقي، اذا ببادره من الهيئه التشريعيه الاولمبيك الكاف اللي يقودها كريم اليحيوي ونائب رافان قمار، وبمبادره من نسرين العميري عضو مجلس نواب الشعب. يعني ثم لما كافيه لهنا في احد النزول بالبحيره، لما هذه تهدف الى انقاذ فريق اولمبيك كاف، ثالث اعرق جمعيه في البلاد بعد الترجي والنادي الافريقي. كنقول اولمبيك كاف من عام 1922، الهدف لما هذه انقاذ الفريق ماديا، وزاد الاضافه المعنويه لانه يعني فريق ممسوس في درجه ثالثه وتقريبا يعني يلعب على تفادي نزول القسم الرابع. يعني فريق باش يندثر هذاك، علاش الكافيه اليوم الحرار الكل قالوا ستوب ووقفوا جمعيتهم، وشاهدنا حضور كبير. يعني شاهدنا عبد الرحيم زويري، شاهدنا كمال بن ابراهيم، شاهدنا وزير الصحه عبد اللطيف المكي ايضا لانه من ابناء الجهه، دون نسيان اللاعبين القدامى ايضا الصحفيين زاد موجودين زملاء نوجه لهم تحيه، المنجي نصري، حيدر الشيرني، ايضا اصدقاء مدينه كيف كما مير بعيسى الرئيس السابق لمستقبل مرسى، وايضا مراد الزغيدي الوجه الاعلامي. يعني ثم حتى ناس تحب الجهه هذه جات اليوم وقالت نلبي الواجب ونقعد مع الكافيه ونعاونهم. قلت الهدف هو جمع تبرعات ماليه مش للمانتيام معناها نتاع العام هذا السلام فقط، وانه بروجي للعام الجاي بطبيعه، لانه الفريق الاولمبيك كيف يسعى الى العوده تدريجيا الى القسم الكبار، الى الصعود الى الرابطه الثانيه ومن ثم الصعود الى الرابطه الاولى. هذاك علاش دونك لما هذه بدات ساعتين ونص وما زالت متواصله جمع التبرعات لي فائدة أحباء أولمبيك كيف. في الحقيقة صحيح الأعداد ماهوش كبير برشا وكما أتمناه، ولكن هي بادرة أولى لأنه برشا من أحباء أولمبيك كيف المقيمين في تونس العاصمة أبداوا استعدادهم أنه باش يدعموا جميع حتى اللي ما جاش اليوم في قادم الأيام، يعني بتنسيق مع الهيئة المديرة. إي أعطيني صحيح خويا، قداش تلمت فلوس؟ هي في الحقيقة العملية إسلام يخفيش عليك وكل مستمعي إكسبريس إف إم أنه بحضور عدد التنفيذ، يعني مازلت الأرقام ما زلت ما تعطاتش توا انه بعد تعطى الارقام النهائيه، لكن حاضرين الناس وقاعدين سواء على مستوى السكوك ايضا والا الاسبيس، ناس قاعده تعاون. صحيح ثم برشا حديث انه حابين الاعداد يكون اكبر، ولكن سيتيون بريمير بطبيعه اذا تكثر لما تهدي ثم شكون حتى يطالب سوسيوس ولا ثم شكون يطالب بحساب بنكي، ولكن الارقام الصحيحه ما زلت ماهيش متوفره حاليا. اكيد الارقام باش تظهر بعد لما هذه. اي نعرفك انت محاسب يا خويا، فماش توقعات حسب التقريب قديش؟ لا حسب التقريب لينا برشا سكوك سلام، الحقيقه ما طلعتش على محتوى السكوك، ولكن ثم معناها رجال اعمال، ثم صحفيين رياضيين فنانين عطاو دونك ليستيماسيون شال المبلغ نقولوا نحن يقرب شي حتى 20000 دينار ولا 25000 دينار بطبيعه، في انتظار الارقام الصحيحه تعطى من بعد ان شاء الله. شكرا لك مكرم البيجي زميلنا، كنت ملصق لما هذه ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله الاولمبيك الكاف ويرجع المكان الطبيعي.